من العادي تصادفنا العديد من الخيارات والتي تحتاج منا إلى قرارات قد نحسن اتخاذها أو قد نجلب العيد في بعض المرات. ولكن عندما نصاب بالحيرة ويصعب علينا اتخاذ القرار، مثلا عند اختيار نوع الطعام، وعند إجابة سؤال صح أم خطأ، وعند البحث عن أول سيارة، وعند اختيار تخصص الجامعة، وأين أصرف آخر 10 دنانير من الإعانة. في هذه الحالة تكون أنا قلبي دليلي هي الجواب. فالحياة تأخذنا في رحلة غير متوقعة المحطات، قد أكون هنا اليوم وقد أكون غدا هناك. نجد في الطريق العديد من العقبات، لكننا من نملك الخيار. ولكن كيف نحسن الاختيار؟ هذا ما سنعرفه معا الآن.